استعدوا فالقادم أسوأ هي الكلمات التي وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فوندرلاين إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد إعلان روسيا عن خطط لزيادة خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم واحد بعد تخفيضه أصلا إلى 20% من طاقة الأنبوب الإنتاجية فضلا عن قطعه عن دول أوروبية بشكل كامل الايقاف التام لضخ الغاز الروسي هو اسوأ سيناريو ممكن حدوثه بالنسبة لدول منطقة اليورو، والكلام هنا يشمل الدول الاوروبية غير المعتمدة على الغاز الروسي، والتي طالبتها المفوضية الاوروبية بالتضامن مع الدول المضطرة للمشاركة في جهود الاستعداد لانقطاع امدادات الوقود في اي وقت. الاستعداد لسيناريو الطاقة الاسوأ في تاريخ القارة العجوز يكمن بحسب فوندر لاين في توفير 15% من استهلاك الغاز بحلول اذار من العام المقبل، اي ما يعادل 45 مليار متر مكعب من الغاز، حاثة الدول الاعضاء على ضروره البدء في تنفيذ هذه الخطه فورا قبل حلول فصل الشتاء، ومن ثم الاستثمار الواسع في مصادر الطاقه المتجدده في اوروبا على المدى البعيد. لكن مطالبات رئيسة المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بضرورة ادخار الطاقة لاقت رفضا من قبل دول أخرى مثل البرتغال واسبانيا اللتين انتقدتا خطة طوارئ الغاز المقترحة وأكدتا أن الخطة لا يمكن تنفيذها لأن استهلاك الغاز في البلدين ضرورة مطلقة. رفع سعر الفائدة بقرار من البنك الفيدرالي الأمريكي والذي ادى الى هبوط قيمه اليورو لاول مره منذ عشرين عاما بجانب قرار اوروبي بحظر كلي لاستيراد النفط الروسي والاضطرابات السياسيه التي تعيشها اوروبا عوامل من شانها ان تقوض التنميه المستدامه في القاره بشكل كلي وترفع من مخاطر الوقوع في ركود اقتصادي هو الاخطر من نوعه منذ الحرب العالميه الثانيه